للوقوف عند استمرار انتهاكات السلطات الصينية ضد مسلمي الإيغور، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول وكيل اتحاد علماء تركستان الشرقية محمود محمد. أستاذ محمود، بداية يعني ما أهمية وهدف هذه الشكوى التي قام بها محامون في الأرجنتين والتي تتهم بكين بالإبادة الجماعية ضد مسلمي الإيغور؟ أحييك أخي الكريم وأحيي المشاهدين الكرام. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا رفع دعوة قضائية أي دولة يعني من الدول الحرة، طبعا هذا بالنسبة للصين أمر مزعج، نعم، مقلق، وفي نفس الوقت بالنسبة لنا كتركستانيين طبعا هذا أمر نرحب به، ونتمنى أن نرى دولا كثيرة التي تسمح قانونها برفع دعاوى قضائية ضد الانتهاكات الإنسانية وضد التفكير العرقي والثقافي التي تمارس في تركستان الشرقية. وإذا اتجهت دول كثيرة بهذا الاتجاه رفع دعوى قضائية لمسؤولين الصينيين، طبعا هذا يؤثر كثيرا على الوضع في تركستان الشرقية في المستقبل القريب، وهذا ما نتمناه طبعا. طيب أستاذ محمود، يعني كيف تقيم زيارة المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان إلى أقليم تركستان الشرقية على واقع مسلمي الإيغور؟ هنا ألا يفترض أن يكون هناك موقف أكثر حزما ضد هذه الانتهاكات؟ مع الأسف الشديد هذه الزيارة كنا نتمنى من هذه الزيارة يعني شيئا مفيدا بالنسبة للشعب التركستاني، ولكن مع الأسف الشديد التصريحات التي أدلت بها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، نعم، وطبعا كانت مخيبة للآمال مع الأسف الشديد. هي تعرف قرارة نفسها أنها لم تتمكن من زيارة هذه المنطقة بحرية، طيب، وأن كل حركاتها وتنقلاتها كانت تحت المراقبة الحكومية الشديدة، ولم تتمكن من لقاء مع أي واحد، وإنما التقت مع أناس اختارتهم الحكومة الصينية. ولذلك كان من المفروض بما أنها حقوقية أن تعرف أن ما يجري هناك شيء مريب. لماذا؟ لأن الصين لم تسمح لها بحرية التنقل والحركة، طيب، واللقاء مع المواطنين. ولذلك طبعا صرحت بتصريحات بعيدة عن حقوق الإنسان وبعيدة إلى حد كبير عن الوضع الحقيقي في تركستان الشرقية، ربما ملاءمات سياسية أو مصالح سياسية. كما تعرف أن أكبر ممول لمنظمة حقوق الإنسان هذه الأيام هي الصين، يعني أكبر حتى من الولايات المتحدة وغيرها من الدول. هي الصين هي التي تمول كثير من نشاطات مجلس حقوق الإنسان. ربما هناك يعني مراعاة بمثل هذه الفوائد الاقتصادية والسياسية للمنظمة، ولكن نرى يعني التقرير التي هم وعدوها أنهم سيصدرونها آخر هذا الشهر، نعم، نرى يعني ماذا كتبت في التقرير. هل هناك مثلا مبرر؟ هم يبررون السياسات الصينية في منطقة تركستان، نعم، ولا يصدرون تقريرا حقيقيا عن الوضع هناك. يعني أستاذ محمود، يعني تفضلتم وقلتم أن المفوضة حوصرت ولم تتحرك بحرية، أيضا لم تحظى بمقابلة الأشخاص، ولكن هل يمكن الاستفادة من تقرير الأمم المتحدة بمواضيع يعني مثلا إيقاف عمليات إجبار السلطات في بكين للأقليات المسلمة على العمل القسري في إقليم شينجيانغ؟ نحن نتحدث هنا عن جريمة استرقاق. ما المطلوب على المستوى الحقوقي أستاذ محمود؟ على المستوى الحقوقي أولا الاعتراف بأن ما يجري هناك فعلا استرقاق، وأن ما يجري هناك شيء لا يصدق، لا يليق بالإنسانية أن ترضى بما يجري في تركستان الشرقية. هذا أول شيء. وبعد الاعتراف طبعا التوجه لإيقاف مثل هذا الاسترقاق وغيرها من العمالة القسرية بكل الطرق الممكنة، وترك المجاملات، يعني وترك المجاملات بالنسبة في التعامل مع الصين. ونتمنى أن نرى مواقف مبدئية
تؤثر على سياسة الصين في سكان الشرقية، وليس مجاملات، يعني أحيانا ترتفع الأصوات وأحيانا تنخفض، هذا لا يليق. هذا الوقت مثلا هذه السنوات الأخيرة بالذات، نعم، لا يليق بمنظمات حقوق الإنسان ولا بالأمم المتحدة وغيرها أن ترى الملائمات السياسية والمصالح السياسية وكذا وكذا. هناك إنساني، الإنسانية كإنسان تصبح في القدر الشرقية يعني. ولذلك نحن طبعا كتركستانيين نتمنى أن تتكاثر الضغوط على الصين، ضغوط حقيقية وليست ضغوط إعلامية أو حقوقية فقط. عندما ترى الصين عزيمة المجتمع الدولي، عزيمة حقيقية إدانتها والوقوف ضدها، الصين كثيرا ما تتوقف. يعني كما نعرف ما حصل عند زيارة بيلوسي إلى تايوان مثلا. طيب أستاذ محمود، هل أنتم راضون عن الموقف الإسلامي وعن الموقف الدولي في مواجهة معاناة الإيغور والأقليات المسلمة؟ كيف تقيمه أستاذ محمود؟ على الأسف الشديد أخي الكريم يعني والمشاهدين، المواقف الإسلامية من الناحية السياسية مواقف سلبية جدا تجاه قضية تركستان الشرقية، مواقف سلبية وعلى طول الخط مع الموقف الصيني في المحافل الدولية. الدول الإسلامية من الناحية السياسية تؤيد الصين في المحافل الدولية وتصوت لصالح الصين، وآخر ما فعلوه هناك كانت زيارة سفراء من 32 دولة عربية وإسلامية إلى منطقة تركستان، سفراء الذين هم في بكين. طبعا بعد ذلك نشر على في وسائل الإعلام الصينية على لسان هؤلاء السفراء أنهم يؤيدون الصين وأن الأمور هنا طيبة وأن الناس يعيشوا بوئام وليس هناك أي ضغوط للحرية الدينية كذا وكذا. تصريحات من هذا القبيل طبعا كان هذا أمر محزن ومخزي في نفس الوقت. ونحن نتمنى من الدول العربية والإسلامية تصحيح هذا الموقف السلبي من الناحية السياسية. أما من ناحية الشعوب، نحن نعرف أن الشعوب المسلمة مع القضايا الإسلامية في العالم كله وعلى رأسها طبعا قضية تركستان الشرقية، المسلمون كشعوب تتعاطف مع هذه القضية وتريد أن تقدم لإخوانهم في تركستان أي شيء بإمكانهم تقديمه. ولكن كما تعرف كثير من الشعوب يعني في مشاكل كبيرة وليس لهم حرية في كثير من الدول، ولذلك هم يعني في داخلهم يعني يشعرون بما نشعر به من الضعف مع الأسف الشديد يعني. من اسطنبول وكيل اتحاد علماء تركستان الشرقية محمود محمد، شكرا جزيلا لكم.